كولومبيا. جدي جبتك البين البين. شو البين البين على كيف كيفك البين؟ ايه بسم الله. بالعافية. الله يعافيك. بل يا جدي ترى يا بروح للجنوب ثلاثة ايام يومين، ابروح ابيع تموينات بذاك خابرات بترزق الله. ايه وبخلي ربعي يقومون بك. شو يقومون بي؟ شايفني بزر عند ابوك انا يقومون بي؟ لا لا اسنع نفسي ما علي منك. رحرة يبا انت عن الف رجال خابرك بس عشان ما ينشغل بالي عليك. ايه تانت ذا ما يخالف يا ولدي، رح بسلامتك. يا حبي لك. الله يسلمك. وقلت مالي إلا عامر والعيال، أحط جدي قريع أمانة عندهم. أمانة صندوق تمر هو. عموما جدك هو جدنا وجد الجميع، ولا لا يا عيال؟ إلا هلا يا عرزي أنتم. يا أبوي إيش بك تغلط؟ عرس مين يا أبوي؟ فهمه يا بي، ما هو بعرس، يقول عرزي يعني عروق دمك. بالله ربي يسعدك أبوي الله يخليك. أنا أقترح يا عيال أن نجيب جدك عندنا هنا في الاستراحة عشان يكون حولنا وننتبه له، ولو انشغل عامر أنا أنتبه له، لو أنا انشغلت في برضو كفتة وشكش. بيض الله وجيهكم، والله إني بلشن بعمري ولا أدري وشون تشكركم. يا واد عيب عليك، جدك جدنا، بعدين في غرفة عندنا فاضية نخليها له. لا تسوي لنا فيها أفلام، خلاص جدك بنحطه بعيوننا، راح أنت وترزق الله وبترجع ومالك إلا طيبة الخاطر. يا حبني لك. يا هلا والله ومسهلا بجد قريع. هذه غرفتك ما شاء الله، الحالها مستقلة. ايه ما شاء الله. اعطونا الشنطة. ايه بسم الله. أنت يا بطاقية. أنا فرخل. أما عادة مرخك. سلامات. إيه صص. رح مرخة تستهبل أنت من جدك. إيه عادي رح خاب أخلص. انت ابو الكنازة انت. انا في غضارة في الشنطة، املأ لبن وجبه لمي. يلا يلا بسرعة. ايش عصارة ده؟ الطاسة يا طاسة. هذه تشرب منها ولا تتروش فيها؟ تلكت. قصف ام الجبهة نصفهن. شكوش تعال تعال رد على الجوال. النشبه ذايبي. الو هلا عامر، ترى ابو شيء نسيت اعلمك عنه ضروري قوه. هلا صالح هلا امرني. ابو علاج جديد بالكيس لازم ياخذ وساعه تسع حكم، وابو علاجات ثاني مواعيده بورقه. عفو عليك لا تشيل هم، ياكله ياكله، اصلا الحين انا قاعد مرخه. والله يا ميسي شخبطكم شخبطة. بالله عامر كم لهم سنة ما أخذ الدوري يا رجال؟ زين ما نزلوا درجة أولى. نسينا الخمسات والأربعات والرايح جاي. هذاك زمن أول حبيبي تحول، الحين أتحداك تنفس. اي والله. أوف أوف هذه عطا. هو هي هو جول يا ولد. هو ده. ويا أبو ثلاثة يا أبو ثلاثة صار الليل يا أبو ثلاثة. يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة. اوف وش ذا انقطع؟ وش فيه؟ بالله كفته اخلص راح اشوف الدش وش فيه. يلا يلا مو بوقته بعد.
شو السالفة؟ يا جماعة الحقوني هذا كفتة مشينا عيال. اي والله يا جماعة يا جماعة الحقوني وش عنده ذا البعرس يا عيال؟ وش فيك متعلق فوق؟ سوي فيها الطرزان؟ يا أخي الحقوني أنا متعلق. أنا قاعد أتحقق معها. يلا 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 انزل انزل. أوه. جاك شيء يا عيال؟ خلوكم من المباراة البايخة ذي، يلا نلعب بلاي ستيشن وما في الا تكسير روس. ها تكسير روس ها، حركات قديمة علشان توسكيناهم قام يقول بلاي ستيشن. قاعد يصرف. ما نبي نلعب يا حبيبي، نبي نشوف تحليل المباراة. بعدين إذا تبون تلعبون خذ السوني روح العبوه في الغرفة الثانية فيها تلفزيون ترى. جد قريح نايم هناك. يا رجال مو بلمك، سابع نومة، أهم شيء العبوا بهدوء وبدون صجة. ما في إلا تكسير روس. اسمع إن سجلت هدف أفرح بصوت واطي. سلام صحي جد قريادة. ياوا ايش ما قلت هي؟ أبلة؟ ما هو؟ أنت أبلة؟ تمدي يدك؟ ما مديت يدي. أقول لك تخبلت ولا كيف؟ يا ابوي ما مديت يدي ايش بك؟ كنت أقول لك أقسم بالله أطشك هنا. يا ولد أقول لك تطش مين؟ أقول لك أهدالك هاي وش فيك أنت وياه بزران؟ تتهاوش أنت وياه وجد قرع نايم، ما تستعلى وجهك. الساعة 9 يا عيال. موعد علاج جد قرع. بس ما لازم تاخذ العلاج يا جد قريع. ما بي ابي البينه ابي البينه. ابشر بعزك يجي لك احلى البين. مشينا يا عيال. ها وش نسوي؟ الشاي ماسكه معك على لبن. دامه جوا لبن امسك. شو بتسوي؟ الحين اوريك. فهمتني؟ روح الحين يجيك أحلى لبن. اسمع الله نكفي. بالعافية جد قريع، محل ما يسر يمري. طهور طهور إن شاء الله. إيه لا تفضحنا أنت، شيك كيف طعم اللبن يا جد؟ طيب شغلك أبوك النتفة قال انتفني. إيه اشرب اشرب مين مشكلة. ها يا عيال وش الوضع بكرة؟ ليه وش فيه بكرة؟ ها نسيتوا عازمين الشباب وذبحين لهم. يا ابوي الله يحييهم ايش المشكلة؟ جد صالح نبي نصرفه علشان فله وناخذ راحتنا. تستاهل عامر، انت وافقت صالح يجيب جده عندنا. عيب عليك يا كفتة، هذا ولد عمي ولازم نوقف معه. طيب مو نعمل؟ جتني فكرة، انت يا كفتة تاخذه بكرة وتمشي. ما هو؟ يلا يا عيال يلا ابي الاستراحة تلق. ها حط تمر هنا وتمر هنا وجيب كرتون المويه وزع مويه. شل بلاي ستيشن بعدين لا تنسى. يلا باخذ عشان الضيوف والعزيمه لا تفشلونا يا عيال. يلا نظف كفته زين. يلا يلا ها هنا الماركه. شوف دي كفو يا عيال كفو. عامر هذا مو بجد قريع الا هو. راح شوف ايش يبي. المويه لا تنكر. سم جد قريع جد قريع أنت بالحمام. يا عيال ما لقيته، ما أدري وين راح ذا الشايب. يا ابن الحلال دورته في الحمام. دورته في الحمام ودورته في المطبخ. الخزان. يلا يا
شكش انقز جيبها من الخزان. يا ابوي ايش معنى انا؟ انت من جده عندكم بحر تعرف تسبح؟ يلا وان عامر صادق تكفى يا شكش روح انقذه. يعني عشان عندنا بحر لازم اكون اعرف اسبح؟ ما عمري سبحت. ايه تويا خلوا مشاكلكم بعدين، انقذ الرجال قبل ما يموت. يلا ما هو ها كفت ابشر لقيته. ما لقيته. يا الله يا رحلة. ما لقيت بجد تكره. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك الله يهديك؟ قاعد ندورك بالخزان. اسمك انا؟ سمعتك تنادي قمت طلعت ادورك ما لقيتك. ناديتك يا باي يا بعلمك اني بطلت رجالاتي. الحين يا عامر دول كحة وضبطناها باللبن، الحبوب كيف تضبطها؟ أنا ضبطك، طلع لي حبة. يلا نشوف. هذه أمسك. لا 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 لا. ها كيف؟ أتحداك الفكرة البطلة. إيه حقتي أتحداك لا تقولها. طيب بس أهنيك على الفكرة البطلة دي صدق. أعرف كنت فديتك نضبطك مشينا. يلا. ما بي. خلاص يا جد قريع ما نبيك تاكل العلاج. ما أنت مشتي تمره. تمره؟ ما يخالف. اسمع يا عم شفناك طفشان وجالس لحالك. قل لي ميت كفته يطلع الحين ويمشيك وش رايك؟ وش دخلك؟ ابوك النتفه جد قريع اذا اخذت كفته بيقعد يفرفر فيك في الرياض ويمشيك وتستانس وتفلها تروح السوبر ماركت تاخذ شابوره تاخذ لبن تاخذ حليب اللي تبيه. ها يا سلام موافق. يا طيري يا خا يا قريش يا طيري يا خا يا قريش بلو سلامي وثنى بلو سلامي وثنى ثنى على أبو أكاريش ثنى على أبو أكاريش اللي حق لكم عيال هالوقت الله معطيكم دركسون ذا الهوى تقول به يمين ويسار وعلى عليك لأنه من أول ما كسر زنودنا على الدركسونات أعوذ بالله. ها اشوف. كف يدك ورانا سيارات. وقف. ايش بك صاحي ولا مجنون؟ مو معك تنفخ. اقول لك يمين بالله لولا الشايب اللي معاك لا ربيك مضبوط. هيا انقلع يلا. ايش تقول؟ حسابك 875.5. ما معي فلوس في انا ادفع. اجل خلوه عندكم مرهون لا ما يندفع الحساب. ما راح تطلع ليه تدفع. ما هو اللي سمعته. يلا انت حي رجال. الله يحييك. وينك ابو جار الله من زمان ما شفناك. والله مشغولين يا اخوك بهالدنيا. الله يعينك. هلا ابو ريان. الله يحييك. ايش تفضلوا حياكم على العشاء. الله يغنيك. حياكم 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 تقدموا تقدموا يا رجال تقدموا. يا هلا ومسهلا يا هلا ومسهلا توها تنور الاستراحه. يلا حيهم. العشاء وينه؟ هذا عشاء الضيوف. حسبوا لي يا بيي. جد قريع وين رايح؟ والله يا وليدي لي ربع في العزيزية هناك في حوش ودي اروح اوسع صدري واتونس معهم. اوف
بالعزية بعيدة ذي يا جد 30 كيلو كيف تروح رجلية؟ ايه ما عليكم مني، انتم شباب رخوم، انا الله معطيني الصحة والعافية اقدر اروح واجي، ما عليكم مني. ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحة والعافية. لكن جدي وش رايك تروح معنا للسوبر ماركت نشتري حليب ولبن وشابورة وطحينية وناخذ لنا لحمة حاشي؟ ما دام ابوه لحمة حاشي اجل يا زينة زيناه لا بعد ولا كبسنا عليه ما مثله، اجل بروح معكم. يلا مشينا. سمع هذا العصا عطني يدك عطني يدك عطيك يا الله. ولدي ياسر عطني من ذا الله خليك. مضيع يا عم. ها؟ مضيع. جد قريع. اسفين اسفين. يا جد قريع هذا مو بياسر ذا زبون. في فرق حتى بالطول. معليش الحبيب. ما عليه ما عليه. أقول يا عيال. سم. ظهري يوجعن وركبي توجعن وكل شيء بيوجعن. هالحل عندي لا تشيل هم. نسيته يا بي مرهون من البارح. بدري عليك بدري عليك يا شكش. يا جماله يا جماله ولدت الليله جماله ما تحنوا عليه. وحده 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 الهلال يا احلى وحده، وهلالي في الصدارة وهلالي في الصدارة وكل الأندية بعده هو يلا. أتحداك التعزيز حطها. هذاك فاضي هذاك القم عبسي. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. استراحة أبو محمد رقم 6. وين قريع؟ من أنتم؟ حنا أخويا متصلين علينا نجي هنية على عشان تظهر الدورية عندها الليلة. دورية؟ ايه الدورية. يا هلا يا مرحبا، حيا الله ضيوفي، حيا الله ابو منقاح ابو فهد كلم باسمه. يلا حيهم يلا حيهم، تفضلوا استريحوا استريحوا. يا هلا يا مرحبا يا هلا المهلي ما يولي. يلا حيهم يلا حيهم يا هلا. قوموا اللي يسوي قهوة واللي يسوي شاهي وقوموا يسوي العشيرة. طيب قم قم انت وياه قم للمطبخ يلا قم قم يلا 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 انت معه يلا يلا يلا. الحين وش السوات؟ قريبك ده صالح مرة بزر دبسنا بدول هيروح سوي لهم قهوة شاي. يا أخي كان واحد للحين طلعوا خمسة. لا تقعد تناظر اخلص دق عليه تفاهم معه. طيب دق لا تنفخ. الو هلا صالح. هلا عامر يا ابوي. انت نكبتنا، كنا متفقين على جد قريع، الحين جايب شيبانه عندنا هنا بالاستراحه. صادز انت؟ ايه صح عنده دوريه اليوم يا ابوي تحملهم يا عامر. معاه الدوريه. طيب الحين وش نعشيهم؟ عادي تعطون اي شيء هم، بس ترى ابو شيء نسيت اقولك عنه. وشو؟ اركب بديتك